في ليل الخامس من أكتوبر بدأت التحركات العسكرية، وأتمت القوات الخاصة في البحرية أولى المهام الجسام بسد كل خطوط النابالم المنتشرة على طول جبهة القتال الكفيلة بتحويل ماء القناة إلى مجرى من النيران المستعرة اللاهبة. مع حلول 11 من صباح 6 أكتوبر كان مضيق باب المندب تحت السيطرة. نفذت قواتنا البحرية الأوامر بإغلاق المضيق في خطوة كانت بمنزلة إعلان للحرب على إسرائيل. السلاح البحرية بيحمي السواحل المصرية وفي نفس الوقت بينفذ المهام اللي تمنع العدو انه يستخدم الوحدات البحرية بتاعته او امكانياته البحرية او امداداته البحرية انها توصل له. المخطط المصري وسع الدايرة على مستوى المنطقة، قفل باب المندب حوالي 6000 كيلو جنوب عشان يمنع دخول اي امدادات تخش اسرائيل. كان بيجي لهم بترول من ايران واي مواد غذائية او اي حاجة من الصين ممنوع. وحتى عند مضيق قبل طارق مدمرات مصرية كانت عاملة قلق شديد لأي مراكب محملة بإمدادات أو سلاح تخش البحر المتوسط. هي كانت خارجة بحجة إن هي هتعمل عمرة في دولة باكستان، وكان معاها مظاريف مفروض إن هي ما تتفتحش غير في وقت معين، وكان المفروض إن ما يبقاش في أي اتصال معاها خالص لغاية يوم 6 أكتوبر حفاظا على السرية وإمعانا للتمويه. وفعلا يوم 6 أكتوبر كانت وصلت المدمرات في اليمن عند مضيق باب المندب، استلمت الأوامر العمليات وساعتها فرضت السيطرة على مضيق باب المندب. والحقيقة إن الموضوع ده كان مفاجأة مذهلة للعدو، لدرجة إن القيادة الإسرائيلية منعت الإعلام الإسرائيلي إن هو يصدر أي خبر عن هذا الموضوع تماما من كتر ما كانت هي مفاجأة مذهلة للقوات الإسرائيلية. كان في عاملين أنابيب نابالم على طول الجبهة، يعني أنابيب هيعملوا يسيبوا النابالم يولعوا فيه تبقى القناة كلها مولعة محدش يقدر يعمل. قدرت القوات البحرية إن هي تتوصل إن هي تعمل سدادة بيسموها سدادة ماستر، تقدر إن هي تسد فتحة أي ماسورة، إن هم عاملين المواسير بقطر مختلف بحيث ما حدش يقدر يسدها. فتوصل خبرائنا إن هم يعملوا سدادة ماستر تقدر إن هي تسد أي فتحة بأي قطر. العالم كله قال لك لا يمكن لا يمكن القوات بالسلاح المصرية تستطيع إنها تعبر المنع المائي، بالعكس هيولعوا الدنيا وهيولعوا القناة ولا يمكن يقدروا يعبروا.